قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح جميعاً إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والذين السيئات لهم عذاب شديد
والله خلقكم من تراب وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما كذلك النشور Yeah.
من والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا والله خلقكم من تراب ثم من نطفة وما يعمر من معمر ولا ينقص من إن ذلك على الله يسير والله خلقكم من تراب
والله خلقكم
وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما وترى الفلك فيه مواخر
يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعون ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم
فاستجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا شيء
مصطفى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحور وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات وما يستوي الأحياء ولا الأموات وما يستوي الأحياء
إن أنت إلا نذير إن من الله